بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والسامعين. وما زلنا مع كتاب ذم الكلام للإمام الهروي رحمه الله. قال ثم قال وقال وأخبرنا عبد الرزاق قال قال لي إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثيرة. قال قلت نعم ويزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب. ثم قال وساق السند إلى ابن عون عن محمد في هذه الآية فأعرض عنهم. قال كان رأي محمد يعني ابن سيرين أنهم أصحاب الأهواء. ثم ساق السند إلى الحسن قال من كان متأسيا فبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق السند إلى مطرف قال ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل هذا. يقول أحدكم للكلب والحمار والشاء اللهم اغزه. ثم ساق السند إلى سعيد بن المسيب قال إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ثم ساق السند إلى عكرمة رحمه الله الجميع قال إن للعلم ثمنا. قال وما ثمنه؟ قال أن يضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. ثم ساق السند إلى ابن الحنفية قال إن من كان قبلكم نقروا وبحثوا فتاه فجعل الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال وهي مسجلة للبر والفاجر. ثم ساق السند إلى محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. وقال أبو شهاب الذين يخوضون في آيات الله هم أصحاب الخصومات. ثم ساق السند إلى عطاء قال سألته عن الصيام في كفارة اليمين فقال إن شاء فرق. فقلت فإنها في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متتابعة. فقال إذا تنقاد لكتاب الله. ثم ساق السند إلى عطاء بن أبي رباح في قوله إن الذين فرقوا قراءة عشرية لأنها قراءة حمزة والكسائي أعتقد يعني. قال إن الذين فرقوا دينهم وعندي فارقوا. قال الذين فارقوا دينهم. قال عطاء رحمه الله هم أصحاب الخصومات والمراء في دين الله. ثم ساق السند إلى علي رضي الله عنه أنه قرأ فارقوا دينهم. ثم أقول هنا في هذا الباب فيه دلالة على أصول أهل السنة والجماعة مع عدم جلوس مع أهل البدع والضلالات. ودي أيضا كما أخونا محمود نفسه الذي أراني بعض من ينتسب إلى الدعوة لأنه أصلا ليس له طالب علم ولا يظهر عليه أنه طالب علم. فاتح قناة كاملة اسمها قناة تيسير الله. يعني والله أنا أنت يا ابني أنت مصورة يعني ما حرام أصلا أن الساحة يكون فيها أمثال هؤلاء. وأنا قلت لكم أيضا كلما تسمع عنه لا يقول تيسير العلم اعلم أنه رجل يعني على الأقل خلينا نتكلم بأدب أنه مثقف يعني في هذا الباب. العلم لا يسهل. العلم شاق جدا على من ليس أهلا له. العلم لا يرتقيه إلا النبلاء الصفوة. والعلم يعني ليس أسيرا إلا من يسر الله عليه. كم وكم ممن يعني تمنى العلم وأعطى كل ما يملك ولم يحصل شيئا. فالعلم ليس بالهينة. لكن أمثال هؤلاء في هذا الباب يعني يروجون للبدع ولأهل البدع ويرون بأن ده هم من طائفة ما يجمع. الطائفة هذه قاربت أن أمقت هذا الفكر. مع أني لا خصومة لي مع أحد ولا أمقت أحدا من أهل الدعوة ولا لكني قربت أمقت هذا الفكر السقيم. هذا فكر من يجمع. والمهم ان احنا عايزين احنا 5 مليون احنا 7 مليون 9 مليون في هذا الباب. الاغبياء السفهاء لا يعلمون ان الله تعالى ذكر الكثره مذمومه في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكثره مذمومه في السنه وهم يبحثون عن الكثره. ولذلك ترى يقول لك ممثل بيتكلم بكلمه جاي على هواهم يقول لك الفتح المبين
إن فلان فلان في هذا. الله يخرب بيت الشيطان الذي يعني عشعش في رؤوسكم وجعلكم من بهذا السفه ولعيب كافر فقط عشان عمل إشارة من الإشارات التي جاب هدف فعمل إشارة الإشارات اللي تهوى أنفسهم في هذا الباب يقول لك وانظروا إلى هذا ويعظموا تعظيم ويدخلوا على المسلمين وهو كافر ابن كافر بيصلب لما يجيب الجول. ينفع هذا الكلام؟ هذه دلالة أنهم أصحاب أهواء وأنهم أصحاب سفه وضعف في النظر وضعف في البصر والبصير. من هؤلاء هذا صاحب تيسير الفقه وتاب فيقول لك وابو الحسن الأشعري والما تريدي أبو المنصور ما تريدي وهو أصلا هذا يعني ضعيف العقل والبصيرة لا يفقه ولا يعقل أنه يدخل على الناس أهل بدع وضلالات. يا بني أناس جهلوا ربهم في مسألة التأويل والتحريف وسموه تأويلا التحريف والكذب على الله على الرسول واتهام الله واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بلوازم قولهم في هذا الباب تدخلهم على الناس على أنهم يستوون مع أهل السنة والجماعة. هذا طبعا متاخد من أصيلهم الذي علمهم ذلك عندما قال بأن الاستواء مختلف فيه. يعني هو فقط مع أنه يطرح المسألة عنها خلاف هذه بدعة. طرح المسألة فقط عنها خلاف هذه بدعة. زي شوف هنا شوف أهل السنة والجماعة وانظر إلى السلف يقول كثر عندكم المعتزلة قال نعم ويزعمون أنك من انتهت وأنت معتزلة أصلا. قال الله تعالى إلى الحانوت أكلمك قال لا تكلمني ولا حرف واحد. قال لما؟ قال القلب ضعيف والدين ليس من غلب. أنت تأتيني تتكلم بما عندك من النظر وأنت يعني عاقل لك فصاحة وبيان في هذا الباب وتحسب أنني ينطلي علي ما تفعل؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين رسوله وبين قول فقيه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فلان وفلان، مهما كان فلان هذا كائنا من كان فما هي إلا قال الله قال الرسول. لذلك قال كلمة قال ولا كلمة. فأنت الآن تدخل تقول لي قناة كاملة اسمها تيسير العلم للناس وبتسهل على الناس أهل البدع الضلالات وأنت طبعا أصلا أنت لا تعقل هذا الكلام ولا تفقهه لأنك مش مؤسس علميا أصلا. يعني يجعلون قنوات ومراكز ويجعلون أيضا يعني معاهد وكلها مبنية على البدعة وأيضا على التفريغ أو فضيان من التأصيل العلمي كلها تقليد. هذا والله لا يفرق لنا إلا 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 يعني التفاهة والسفه وأنهم تراهم في عظم المسائل لا يقفون وفي التفاهات يتصدرون. لذلك الحسن قال من كان متأسيا فليتأسى برسول الله. قال المقصد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلون بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المطرف قال ليعظم قال ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل هذا يقول احدكم للكلب والحمار والشاة اللهم اغزه. يعني ليس لك ان تفعل ذلك تكرما لاسم الله جل في علاه. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. واعلم ان اهل السنه يعني تذهب اعمارهم من اجل حديث واحد ويعلمون ان الدين قائم بهذا الحديث ويعلمون ان الدنيا باسرها لا تقاد الا بالدين والدين لا يقوم الا على الكتاب والسنه. هذا اصل اصيل. ان اردت ان تصنع صنيع الخير في الدنيا باسرها فلا صنيع خير الا بهذا. واعلم اخي الكريم ان صنيعه الرجال هي اشق ما تكون. وساقول كلمه يعني وان كانت لا تعجب البعض لكنها حقيقه تبدا صنيعه الرجال بالمرأة. تبدأ صنيعة الرجال بالمرأة التي أخرجت مالك للدنيا هي أمه عممته ثم قالت له اذهب لربيع الرأي فلا تنهلن من علمه فقط بل خذ من سمته ودله وعلمه. والشافعي ما أخرج الشافعي إلا أمه أخذته من فلسطين وذهبت به إلى مكة إلى منارة العلم وجاءت امرأة لبيبة وصار الشافعي الشافعي كله بأمه. الثوري أمه قالت له لا تنشغل بشيء أنا أغزل وأبيع وأنفق عليك وأنت تنشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة كانت أروع الأمثلة في الوقوف مع خير الخلق أجمعين وهي تكبر. عائشة كانت شوفوا المفارقات لتعلم أن الصنيعة بالنساء. خديجة تكبر ب 15 سنة
عائشة تصغره بأربعين أو أكثر من أربعين سنة، بأكثر من أربعين سنة، و و و وامرأتان التاريخ بأسره يقول بأنهما خير نسائها على الإطلاق، عائشة بالمدينة ومكة وخديجة بمكة، لرجل واحد هو خير الناس بل خير الخلق أجمعين، أكرم الخلق على الخلق. فتبتدئ رحلة النبيل بالمرأة، ولذلك إن كانت الزوجة لها ما لها من سمات النبل والإحسان والبر والحنو والعطف والمشاعر الجياشة، هذه تفعل الأفعيل بتقديم الرجل إلى الأمام ودفعه إلى الأمام. ابن سعد يقول كنت لا أسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. شوف انظر، هذا هو دأب أهل السنة والجماعة، تفنى الأعمار من أجل الآثار، إنما أنت تأتيني بالرجال وأخبار الرجال وتقدمهم على سيد الرجال فأنت بذلك مغبون. وقال عكرمة إن للعلم ثمنا، قال وما ثمنه؟ قال أن يضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. شوف، وهذا قاله مالك بطريقة أخرى، قال يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث، يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. كان الشيخ محمد إسماعيل المقدم، وأنا أعتز به جدا، هذا شرف لي، هذا الرجل من أنبل من رأيت في حياتي، وأنا دورت دوران، يعني كأني دورت الدنيا ولله الحمد والمنه، دورت الدنيا ورأيت مشايخ وعلماء، وجلست كثير من الأفاضل والأماجد من أهل الخير أحمل لهم كل الخير، شيوخي كثر ولله الحمد من الهند وباكستان واليمن والشام ومصر، وطبعا مصر أولها هي البداية، وما تركت بلدة إلا كنت فيها، ماليزيا مع دكاترة يعني وإن كانوا أقرانا لكن كنت أتعلم منهم أيضا، وأندونيسيا وأوروبا وأمريكا بفضل الله جل وعلا، وما أحد يعرف عني شيء، أنا كنت أنا مع الرصيف وما زلت والله الحمد لله مع الرصيف، ما في السودان، هذه السودان أخذتها، ما ذهبت إليها لكن أخذتها من أهلها هناك، كلي بيفرح فرحا كثيرا في هذا الباب حقيقة الأمر. ويعني وجدت كثر من الفضل والنبل والإحسان، مسفر من غرم الدومين السعودي، هذا أحمل له في قلبي ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لأنني كنت في الشوارع ولملمني يعني وما تركني، أنفق علي وعلمني، هو سعودي من الرياض، كانوا يدعونه ألباني الرياض، لذلك نشرت أكثر من كتاب من كتبه، ووددت أن أخذ كل مصنفاته لكني لا أصل لأهلي الآن، ما أعرف هم كان، يعني أنا لما تكلمت عنه لما مات وجدت تعليقا تحت يقول هذا جدي الذي تتكلم عنه، هذا جدي، فقلت يعني ليتك تأخذ طرفا من علم جدك في هذا. المهم أنه يعني لو عندي كل الكتب ما وسعني إلا أن أشرح كل جميع كتب هذا الرجل من نبله وفضله علي، وكما قلت كنت أنام في الشوارع فلملمني وأنفق علي وعلمني، جزاه الله كل خير. شيخ محمد سعيد المقدم هذا من النبلاء، كنت أذكر أنني ولذلك أحب أن أتكلم عنه، كان هو أعطاني الإجازة، كنت أول من أخذ الإجازة منه، ما كان فتح باب الإجازات لأحد قط، فكانت الحظوة أن الله تعالى جعلني أول من يأخذ الإجازة من فضيلة الشيخ هو أنا، ولكنه وأنا خارج على الباب أخذ بخفايا هكذا وأوقفني على الباب، قال لا تضعها إلا في أهلها وأعمل بها واجتهد واجهد، يعني أنا لا أذكر كلمات نصها لكن أنا آتيكم بالمعنى. هذا ذكرني بقول مالك يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث، قالوا وكيف تضيعوا يا إمام؟ قال أن تضعوا في غير أهل. لذلك لما أجد أن هناك طالب ليس طالبا حقا أنا ما أستطيع أقول له مشي، لكن بقول للإخوة يعني اعتنوا به فإنه ليس بطالبين، فقط عشان يعلم أنا أصلا لا يمكن أن أزيح أحد من المجلس لكن لا أعطيه همتي ولا وجهتي. فلذلك يعني قال مالك لا تضيعوا الحديث، قالوا كيف تضيعوا؟ قال تعطيه غير أهلي. ولذلك قال عكرمة ثمنه أن تبحث عن أهلي، قال وما ثمنه؟ قال أن يضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. ولذلك قال لا تتعجب بقى هنا في السوق عندما يأتي الباعة إلى الأعمش فيسألونه ويقولون له يعني حدثنا، قال أقلد الخنازير اللولو، لا تتعجبن من ذلك. قال محمد الحنفية إن من كان قبلكم نقروا وبحثوا فتاهوا، فجعل الرجل ينادي من بين يديه فيجيب من خلفه وينادي من خلفه فيجيب من بين يديه، قال وقال هل جزاء الإحسان الإحسان؟ قال هي مسجلة للبر وللفاجر. الله يرزقنا الإحسان.
الله يرزقنا الإحسان في الطلب، ويرزقنا الإحسان في التعبد، ويرزقنا الإحسان في نشر العلم بين الناس، ويرزقنا الإخلاص في كل شيء. نسأل الله في عليائه أن يجعل في قلوبنا نقاء وصفاء يصل به إلى مرضاته سبحانه جل في علاه. وإن وعاء العلم إن لم يكن نقيا لا يقبله، إن وعاء العلم إن لم يكن نقيا لا يقبله، لا يمكن يقبل العلم، لا بد من شدة الصفاء والنقاء من أجل أن يستوعب العلم. ومنها النفرة من أهل البدع والضلالات، النفرة من أهل البدع والضلالات. لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يأخذون في آيات الله جل في علاه. شوف انظر، بغير علم يأخذون في غير العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هؤلاء الذين سمى الله فاحذري. فقال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يأخذون في آيات الله جل في علاه. قال شهاب: الذين يأخذون في آيات الله هم أصحاب الخصومات. قال عطاء عن جرج: قال سألت عطاء عن الصيام في كفارة يمين فقال إن شاء فرق، فقلت فإنها في قراءة عبد الله متتابعة. قال: إذن تنقاد لكتاب الله. شوف انظر، يا رب يا رب، معناها قراءة تفسيرية، هي ليست قراءة عشرية. شوف 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 كيف هؤلاء، هذا الفارق بين الزمنين. لذلك كان الملك معلوما، وكانت القيادة مشهورة، وكانت الأمة مرفوعة الرأس. الآن نحن في أراضي للناس، وأيضا يدوس علينا بالأقدام من ليس أهلا لأن يكون من الجعلان، يدوس علينا من الجعلان من الناس من ليس أهلا أن يكون من الجعلان، سلطه الله علينا بسبب ما نحن فيه من عدم تعظيم كتاب ربنا جل في علاه، وما نحن فيه بصدد العمل للوظيفة الكبرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سألت عن الصيام في كفارة يمين، قال فارق إن شئت. قال في قراءة عبد الله بن مسعود متتابعة في قول الله تعالى: فثلاث أيام متتابعات. وهذه قراءة ليست عشرية، لو أحد يعني عنده علم أنها قراءة عشرية يأتيني بها، لأنها قراءة تفسيرية هذه. فلو حد عنده علم في أنها قراءة عشرية يأتيني بها الآن، يقول لي شوف في التليجرام يرسلون لك، لأن أكيد ثريا سيدة المجلس وأخوات فضلات أيضا يكون كذلك. فانظر، قال في قراءة عبد الله متتابعة، قال إذن تنقاد لكتاب الله. شوف انظر، قال ما عليك إلا أن تنقاد، ما قال أن تنقاد لعبد الله، ما قال ذلك، يشير إلى أن انقياد الحق هو الاستسلام لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن تنقاد لكتاب الله جل في علاه. شوف، قال إن الذين فارقوا دينهم أي هم أصحاب الخصومات والمراء في دين الله جل في علاه. فأصحاب الخصومات هؤلاء فارقوا دينهم، أصحاب الكلام، أصحاب العقول الخربة الذين قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن المسلمين قال: لو خرج الدجال في نفسي لاتبعه أصحاب الأهواء. وهكذا أنت ترى أن أكثر أتباع الدجال، شوف هنا جاءت رواية صريحة عن مطرف له يقول: أكثر أتباع الدجال اليهود وأهل البدع. نعوذ بالله من الخزاة. شوف فتنة البدع، أكثر أتباع الدجال أهل البدع مع اليهود. فالبدعة خطيرة جدا، ولذلك نحن نحذر منها ونقاتل عليها، ولكنهم لا يفقهون، يعرفون بما لا يعرفون، يعني يعادوننا لأننا نظهر البدعة ونظهر أن هذه البدعة هدامة للدين. وهم يتساهلون في كل شيء، يتساهلون في كل شيء، وهذه دلالة على أن القوم يعني ما عظموا شرع الله جل وعلا، وعدم تعظيم شرع الله جل وعلا في هذا يعني فساد وإفساد. واحد اسمها سناء التونسية تقول: ليست عشرية، ليست عشرية، قراءة تفسيرية كما قلنا، جزاها الله خيرا. سناء هذه تقول، واحدة اسمها سناء التونسية، هذه صاحبة الفضل علينا طبعا في الزوم وفي غيري، هذه لابد من إظهار فضلها وإظهار كرم أخلاقها وكرم عطائها وكرم صبرها علينا، يعني جعلها الله مفتاحا للخير الكثير بعدما ابتلينا وخبأونا قصرا في هذا الباب. يعني والله الحمد لله، منا الإخوة والأخوات ينتفعون بقناة الزوم، وهي أصلا فضل الله فعلا من خاصة الله. سناء صاحبة قراءات، صاحبة قرآن، فتقول كده: سناء أنا أتضايق جدا من من لم يعرف فضل أهل الفضل، هذه الأستاذة الفاضلة الكريمة صاحبة الفضل علينا، أسأل رب جل في علاه أن يشكر لها فضلها علينا، وأن يجعلها هي وقطر الندى والمشرفات الفضلات جميعا ممن لهم الفضل علينا، أن يزيد فضلهن وأن يزيد فضلهم. وأنا رأيت في الأزمات التي نحن فيها نبلا عجيبا، وهذه صفوة الناس، لذلك في الناس نقاوة، في الناس نخالة، النخالة يظهرون. أخبرتني مشرفة فاضلة، وهذه نبيلة جدا،
هي بتسمي نفسها 700 اسم، المتفائلة المتحافلة، لكنها أظهر الله فضلها كثيرا أيضا في هذه الأزمات. حقيقة النبل له ناس، لكنها أخبرتني ما أزعجني عن بعض ما كنت أظن بفضله اعوجاجا معينا، وأيضا عدم اعتراف بالفضل وحتى عدم التعاون معهم في هذا. والله ما أزاني، والله ما أزاني، لكن أزاني أنني كنت أظن فيه نبلا فما وجدت فيه نبلا. طبعا هذا مش شخص، أنا بتكلم على هيئة معينة، لكن أقصد هذه الأزمة التي نحن فيها والأزمات التي توالت علينا أظهرت الفرق بين النقاء وبين النخالة. ولذلك احنا قلنا لو نظرت إلى جميع التاريخ، في كل التاريخ، تجد أن الله تعالى لا يجعل توفيقا لأحد يجعله يتقدم إلا مع صحبة خير من الخلص من الناس من النقاوة. فأرى أن هذه الأخت من النقاوة وجميع المشرفات والفضلاء وطلبة العلم الذين يحضرون ويبعثون بالأسئلة والذين يحرصون وسيدة المجلس ومن هؤلاء، كل هؤلاء من النقاوة، من النقاوة، وأشهد الله على ذلك. وإذا كنت أنا من النخالة فأنا الحمد لله أنني بين هؤلاء النقاوة حتى أغار فأكون من مثلهم أو على مثلهم أو على طريقتهم، فضلهم الله. عامة خطر البدع عظيم، فمن خطر البدع أنها تفتن القلب وتجعل المرء لا ينصاع ولا ينقاد إلى الحق، وما تراه إلا يسارع في الانقياد لأهل الضلالات. فأكثر أتباع الدجال هم أهل البدع والضلال. ذلك البدع خطيرة جدا، نحن نحاربها بما استطعنا وبما أتينا من قوتنا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.